اليوم كنقول لك يا السريعه جاتك المراهقه المتاخره. حنا كنا عارفين بان انت كتعيشي المراهقه ديال الخمسينات، ولكن الناس كلها كتعرفها والناس كلها عارفه بانك انت جاتك المراهقه المؤخره المتاخره، جاتك المراهقه اللي هي اللي كتجي في الخمسين، اللي صعيب على المراه تحملها، لا بالنسبه للمراه ولا بالنسبه للراجل. ما اصعب المراهقه تجي في العمر الاخر، حقيقتاش كتجي وكيكون عنده واحد الاعراض خطيره 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 جدا بما فيهم كما كتشوفوا، كتخلي الزوج يمشي عند الزوجه ديالو اللي هي للكس وعند جوهره مغربيه، وعاد كتبداي عليه السرفر هكا بابا عطي الماما. ايوا دابا غنبداو في الموضوع. السلام عليكم العزيز الغاليين، الحبيبات ديالي الفنات، شكرا للناس الجداد اللي كيضافوا للقناه ديالي، شكرا على التعاليق الزوينين، شكرا على التعاليق الايجابيه والتعاليق السلبيه. وانا كيعجبوني هذوك التعاليق السلبيه، كنعرف بان كاينين الناس كيتمعنوا في الكلام ديالي. لهذا الغزالي الفني ديالي دابا غندخلو في المسقي، وكنتمنى اللي شاف هذا الفيديو يدير ليه بارطاج ويدير لايك وديروا لي تعليق زوينين يا الناس الزوينين. لهذا العزيز الغاليين كنتمنىكم تدعموا هذه القناه، لحقيتاش كما كنقولها وكنعاودها، مولات هذه القناه اللي هي انا حياه لالي. كنعاني من واحد الظروف قاسيه، ظروف صحيه قاسيه، ولكن الحمد لله الحمد لله والشكر لله ولله الحمد. الحمد لله ربي ابتلاني وعافاني وعافاكم الله عز وجل. الحمد لله والشكر لله، لحقيتاش انا عزيزه عند الله، لحقيتاش اللي كيبغيه الله كيبتاليه، وربي كي بالتالي غير الناس اللي عزاز عليه. وانتم كما كتعرفوا والتاريخ يشهد، لحقيتاش الله عز وجل ابتلى غير الانبياء والرسل، وما بالك انا عبده ضعيفه ما كنسوى حتى شي حاجه تحت الرحمه ديال سيدي ربي. ما نرضاش بالقدر ديالي مع الله، الحمد لله راضيه بالقدر والحمد لله والشكر لله، راضيه بالقدر ديال ربي، القدر وما ادراك ما القدر، والحمد والشكر لك يا ربي. ودابا غندخل للمسقي، ودابا يا السريعه غنعطيك من المنقي خيارو. دابا يا اختي غنعطيك من المنقي خيارو. دابا اختي جي نقول لك اختي، واش حنا كنبانوا لك هنا عندنا فرماجه؟ فرماجه راه زوينه كناكلوا فيها خبيز. واش كنبانوا لك هنا عندنا الرمله؟ ها الرمله اختي راه كتسرنا وكتسر العيوب، راه هي اللي خلقها ربي وخلقتم من طين. اختي واش كنبانوا لك اختي حنا كناكلوا التبن؟ اختي واش حنا كنبانوا لك شنو اللي كتضحكي علينا وكتستحمري 40 مليون مغربي، كتقولي باغا تمثلي في لالا العروسه انت والسي السيد اللي جالس حداك، انت والعرام اللي حداك. سير اخويا بلاصتك راه ماشي تما، بلاصتك راه حدا الزوجه ديالك وحدا وليداتك، اللي كتمشي تجلس عند سعاد، كتمشي تطلع على كدير على مرور الكرام وكتجي عند السريعه. قولي اخويا هاد السريعه اش دارت لك؟ واش فعلت لك؟ واش تركت لك؟ حنا اخويا راه بقيتي فينا باش كنهضروا عليك، وما حنا ما عندنا لا اناقه ولا جمال، حنا الحرقه ديالنا على هذاك الاسم اللي كتسمي به انت راسك. كتقول اسره مغربيه، وحنا كاسره مغربيه، وحنا كاسر مغربيه وكمجتمع مغربي وكبلد مغربي، كضربنا النفس على الرايه المغربيه اللي هي حمراء ونجمتها خضراء. وفيف لو ماروك، فيف لو ماروك، عاش محمد السادس، الله يجعل ربي ينصر لنا مالكنا ويحفظه ويخليه تاج فوق راسنا. لهذا العزيز الغاليين ديالي اليوم كما شفتوا السريعه كتخرج وكتقول لينا انا غنشارك في لالا العروسه، هي ولا المفرقع اللي جالس حداها غتفرق تشارك. اخويا واش انت كتشجع اخويا على الرجاله ديال المغرب باش يديروا جوج عيالات؟ بغيت عا نفهم هاد الناس اللي كيتفرجوا فيك، واش ما كيحطوش راسهم في بلاصه سعاد؟ واش هاد العيالات اللي كيتفرجوا فيك ما كيحطوش راسهم في بلاصه سعاد؟ ما كيشوفوش راسهم الا الزوج ديالهم جاب عليهم شي مراه كيفاش غيحسوا؟ وانت يا اختي اللي كتنوضي وكتهكمي علينا وكديري ورقه وكتقيدي فيها وكتحفظي التاس وكتخرجي تمثلي علينا الدراما المغربيه، كتمثلي علينا ديك الدراما ديالك، هادشي ما بغاه لا ربي ولا عبده.
هادشي ما بغاه لا ربي ولا عبده. وحشومة وعيب كتديري لينا النشر ديال السفالة والنشر ديال التفاهة. كيفاش كتخرجوا بفيديو كتضحكوا علينا؟ كيفاش كتخرجوا وكتضحكوا علينا؟ لا حكا ويا الواد غنشاركوا في لالا العروسة. لا العروسة راه كيف كيشاركوا فيها العساب. انا والله ما انا والله حتى كيضرني راسي انا ملي كنشوف هاد الاستحمار. هذا راه الاستحمار ديالنا. وحاشا على الشعب المغربي اللي تنوض انت تستحمرو. راه عيب وعار هادشي، راه ما بغاه لا ربي لا عبدو. وندوز لك السريعه اللي كتمشي كتخلي الراجل غير كيوصل عند مرتو وعند ولادو اللي هما الاولين وهما اللي عندهم الحق وهما اللي كيستحقوا يجلس عندهم بالايام والليالي. اللي عا كيوصل كتبدا عليا السرفر الزيت الريط غيط الريط. او حشومه خليه هو يبغيك ويعيط لك، خليه هو يشتاق لك، خليه هو يتفكرك. ما تفكريش كيفاش هو جالس مع مرته وانت كتذكريه، باش يتذكرك كيفاش كتكوني معاه، كيفاش كتعيشي معاه. بغيت عنفهم انا كنركز لك على هاد الكلمه هادي. بغيت عنعرف ملي كتصوني ليه وهو عند مرته، واش كترجعيه للنوستالجيا ديالك؟ كترجعيه للمحتوى ديالك؟ كتقولي ليه اغيط راه عندك مره سميتها السريعه؟ بغيت عنفهم علاش ملي كيكون عند الزوجه ديالو كتعيطي ليه؟ علاش هي سعاد اللي هي لالك وبنت سيدك؟ وديما كنقول لك راه سعاد لالك وبنت سيدك، المراه المغربيه المكافحه اللي كبرت الاولاد وكبرت البنات وكما كتشوفي انت فارقه معاها بناتها وشاده لها بنتها. شي بعد انت كنتي مراه ولا لا ومراه وحله، ما تشديش ليها بنتها وتبركي تصوري بها وتبركي تكلاشي في سعاد ببنتها. حشومه شتي انت كون كان عندك هذا وكون كان عندك هذا غتحطي يدك على قلبك اللي ضرك ضر الناس. لحقيتاش ديك الحاله اللي دايره اللبنى ديك عفوا ديك الحاله اللي دايره الوسره شادها على ماما؟ شتي كنت كان وكانت فيك الانسانيه وشويه تاع الانسانيه وشويه تاع العقل وشويه ديال المحنه غتقول لها شوفها ماما الله يرضي عليك يا بنتي انا مرات باباك وهذيك راها ماماك، سيري عند ماماك، سيري عيشي عند ماماك، بلاصتك راه ماشي هنا، إيه كنتي مع باباك ولكن باباك دابا راه تزوج، صافي غير عليك، عيشي شوية الاستقلالية مع الزوج ديالك، أنا كنتحداك تعيشي مع راجلك طيطاطيط، أنا كنتحداك تعيشي مع راجلك طيطاطيط، أنا تشهيت نشوفك أنت وراجلك، أنا تشهيت كالسريعة تعيشي غير أنت والزوج ديالك، خلي استغني على البنت خليها تمشي عند أمها اللي ولدتها. وهزتها في كرشها وردعتها من التدي ديالها. سمعتي اختي؟ ما تبقيش اختي تكلاشي سعاد اللي هي لالك تكلاشيها ببنتها. راه عيب، واش انتي تبغي اللي كلاشيك ببنتك؟ حنا اختي راه كنتمنوا من الله تولدي وتنسي ديك البنت تخليها تمشي عند امها. حشومه هادشي اللي كديري هادي ما يبغيها الله ربي لعبدو. وحشومه وعيب. ومن يكون الراجل عند مرته ما تبقيش تعيطي ليه. حشومه واش انت علاش هي ما كتعيطش ليه ملي كيكون عندك؟ بغيت عنفهم علاش هي ما كتعيطش ليه ملي كيكون عندك؟ علاش هي لالا وحنو عند القلب ديال العيالات، عند الكبده ديال العيالات، وعند العنفوان والنقمه والهمه، وعندها النخوه ديال المراه المغربيه ملي كيكون عندك ما كتسوقش ليه. وكيقول لك المثال قال لك اختي دابا يقنع الفرخ من الفخ ويطيح ويقول تشخ. دابا يطول ويعجبك على السريعه، دابا يطول ويعجبك، وداك الشيء اللي كديريه للعيالات غيجيب الله من يديرو لك. وحنا ما حنا غير كنوعيوك وكنقولوا لك عيقي فيقي وعيشي بعقلك وعيشي بالطانطو ديالك. انا غنقولها لك وما تبقيش تكلاشي بديك المرأة بالفن، وتبقي تكلاشي بديك المرأة بالتفاهة، وتبقي تكلاشي بديك المرأة بالدراما، تبقي تمثلي عليها وتمثلي علينا وتمثلي على الزوج اللي دايره كتستحمريه كدايره ليه ما عرفتش كشي اختي اش دايره ليه. سبحان الله ما شاء الله ما شاء الله. وراه هادشي راه ما بغاه لا ربي لا عبدو. هاد المره خصي مني يكون راجل عند مرتو عطيه شويه الثقه، احترميه وشدي التزمي الحدود ديالك. تيجي عندك
اراه عليك يا ابن عدي، ديري فيه ويدير فيك، ما تخليش الراجل مني يمشي عند مرته تبقى يديري ليه داك الشونطاج، تبقى يديه وتجيبيه يديه وتجيبيه بالتليفونات. او انا اختي انا ما بغيتهاش 30 ابيل حشومه وعيب، تيجي عندك وعدك شي اللي بغيتي تقولي لي ياك صيفطتي مني كان غادي قولي لي، ماشي تاي اكليتي شربتي على اختي هو غادي القندهار، غادي فين غادي هو؟ غادي عند مرته وعند ولادو وعند الدار اللي جا ليها منه، جا هذيك الدار اللي انتي كتوصي عليها راه هو جا لعندك منها، هذيك الدار اللي انتي كتوصي عليها راه هو جا عندك منها، راك كان عندك العقل وعندك خمامات والزمامات ما تقوليش لي واش كليتي ولا شربتي ولا نعستي ولا حشومه. لهذا الحباب ديالي انا هذا هو الفيديو ديالي ديال اليوم، وهذا هو الراي ديالي اليوم، وكنتمنى نكون خفيفه تضل عليكم اليوم، طولت عليكم في الفيديو، شكرا لكم وسمحوا لي العزاز الغالين ام حالي.